معنا هاتفيا من اسطنبول عضو الهيئه السياسيه للائتلاف الوطني السوري السيد صلاح الدين الحموي. مرحبا بك استاذ صلاح الدين. اذا هدنه جديده تمدد هدنه ال 12 ساعه الاولى، هل تعتقد ان تصمد هذه الهدنه؟ تحيه لك ولجميع المشاهدين والمستمعين. حياك اخي الكريم، اولا منطقه الجنوب درعا وما حولها خلف التصعيد، تركيا ليس لها علاقة بها، أبعدت تركيا بشكل متعمد عن المنطقة الجنوبية، وأبعدت حتى المعارضة بشكل كامل، وأبعد الائتلاف، وأبعدت هيئة التفاوض، وأبعد الجميع، وكانت عبارة عن صفقة بين دول روسيا، أمريكا، الأردن، وربما بعض الدول العربية الأخرى. وبالتالي وعندما فكرت بعض الفصائل أن تتحرك بشكل منطقي عندما بدأت الهجومات على الغوطة، أتت الوعود الأمريكية والتطمينات الأمريكية ألا تتحركوا، لأننا نحن نضمن لكم إن تحرك النظام نحن نستطيع أن نردعه ونستطيع أن نسكته. هذه الوعود الفارغة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية أن لا غزو عسكري إيراني شيعي روسي على منطقة الجنوب. وبالتالي الآن كل المسائل أرى أنها هي تفاهم دولي أمريكي روسي إيراني وغيره على تدمير هذه المنطقة وإنهاء وجودها على سياسة الأرض المحروقة، إطلاق العنان للروس لتدمير هذه المنطقة. وبالتالي حتى نفهم المعادلة بشكل دقيق، مسألة الهدن ما هي إلا فترات لترتيب الملفات أكثر بالنسبة للروس أو الإيرانيين. من الجانب آخر، الطرف الآخر اللي هو الفصائل وحتى العشائر، النخوة العشائرية الموجودة في حوران ومنطقتها التي دفعت الثورة السورية وهي مهد الثورة السورية، أنا أعتقد أنه ليس بالأمر السهل إذا ما أبعدنا الخونة وأبعدنا العملاء وأبعدنا أدعياء صداقة الشعب السوري والثورة السورية، إذا ما أبعدناهم عن الملف ومفاوض مباشر ما بين الثوار والجبهات العسكرية، أعتقد يستطيعون أن يثبتوا بشكل جيد. أما الهدن ما هي إلا خزعبلات، يعني أفهم من كلامك سيد صلاح الدين أن هذه الهدن مراوغة روسية لضرب عزيمة المعارضة. هل معلومات، هناك معلومات عن بنود الاتفاق على هذه الهدنة؟ طبعا يعني عرض بعض الشروط وبعض التفاهمات على أنهم يسلمون الأسلحة. المنطقة تكلم بهذه المنطقة بهذا المنطق خالد بن حميد قبل شهرين وهو ابن درعا، هو يتكلم نفس المنطق أن يعود النظام إلى المنطقة وتعود دوائره الرسمية، والأهم أن يستمر خط دمشق عمان عبر معبر نصيب النظامي، دخول الحركة التجارية والأمن التجاري. طيب الخارجية التركية الآن سيد صلاح الدين، عفوا، الخارجية التركية وصفت هجوم قوات الأسد على درعا بأنه محاولة تقود جهود أستانا وجنيف. هل تعتقد أن المجتمع الدولي لا يزال يتمسك بالحل السياسي في سوريا؟ والله كلام فارغ، مسألة الحل السياسي كلام فارغ. هم يتكلمون ما هي إلا إبر تخدير لإنهاء وتفريغ الثورة كما حصل من مضمونها بشكل كامل، وإعطاء دفعة قوية للإيرانيين وميليشياتهم وحتى الروس وحتى النظام للسيطرة على كل المناطق المحررة التي تجاوزت نسبتها أكثر من 70%. وهذا ما أخاف الدول، حتى نتكلم بشكل صريح مطلق، وهذا ما أخاف الدول، الحراك الشعبي الشارع الذي ليس لا يوصف لا بتدين ولا بأصولي ولا غير بأصولي، مشروع وطني كامل متكامل لتحل الديمقراطية في هذا البلد كما حصل في العراق تماما. نعم صلاح الدين الحموي، أشكرك إذن شكر جزيل من اسطنبول عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري.